السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو تمارين على خصوص حساب الدوال الأصلية، مفهوم الشباب؟ دونك غادي نشوفو هاد الدالة، هادي اف دو اكس معرفة في ار بحيث 3x-1 عامل 3x² - 2x+3 لو تو لا بيسونس 3. دونك غادي نحسبو الدالة الأصلية، وكيف ما كنعرفو بأن اف الا جدت لها المشتقه ديالها هاد لو سونس هذا كيتسمى الاشتقاق، وباش نرجع من اف بريم لاف كيتسمى كنرجع للداله الاصليه، مفهوم؟ دونك هادي هكا شنو غادي دابا هكا غادي ندير، يعني دابا هادي كتعتبر ليا اف بريم وغادي نحسب الداله الاصليه ديالها، مفهوم؟ دونك شنو هي الداله درت ليها الاشتقاق تعطيني هادشي. كيف ما كنعرف بان او على بيسونس ان، الا كانت هاد او هادي عبارة عن واحد الدالة درت ليها المشتقة ديالها كانت على بيسونس ان، كنزل ان كيولي كفاكتور وكنضرب او بريم دو اكس مضروبة في او على بيسونس ان موان زان، كنقص في الدوغري كنقص واحد، هادي في لوكا جينيرال، مفهوم؟ كمثال كانت عندي 3x + 2، المشتقة ديالها كنزل دو فوا تروا مضروبة في اكس كنقص في الدوغري ان، كنقص في الدوغري واحد اللي هي دو موان زا اللي كتعطينا هي واحد، مضروبة في اكس بريم، اكس بريم اللي هي واحد، مفهوم؟ دونك كتعطيني هي 3 × 2 هي 6 اكس، مفهوم؟ باش نجي نطبق بحال هاد المسألة هادي ناخد واحد الدالة بحال دونك اكس اس 2 زائد اكس الكل اس 3، مفهوم؟ بحال دابا هادي ندير المشتقة ديالها شنو كندير، كنزل 3 كنضرب في البريم ديال الداخل اللي هو 2x + 1، اكس كاري المشتقة ديالها هي 2x، اكس المشتقة ديالها هي 1 مضروبة في البويسونس ناقص 1، يعني هي كنحط كنرد او كاملة هي اكس كاري بلس اكس، وكندير بويسونس ناقص 1 هي 3 - 1 صافي 2، مفهوم الشباب؟ دونك بهاد لا كونديسيون هادي غنحاول نستعملها هنا فهاد اف هادي، فهاد اف هادي، مفهوم؟ غادي ناخد هادي هي او، دونك ناخدو او اكس هي 3x² - 2x + 3، مفهوم؟ اذا درتي على المشتقة ديالها شنو هي او بريم، هي 2 × 3 اللي هي 6 × x، مفهوم؟ اكس كاري نزل دوغري غتعطيني داكشي ناقص 2، مفهوم؟ وباش نرجع انا من او ان موان زان ل او ان كنزيد واحد في الدوغري، يعني غتولي ليا هاد الدالة هادي على بيسونس 4 + 1، دونك كاري موان 2x + 3 على بيسونس 3 غتولي على بيسونس 4، دونك هادي نجي ندير ليها المشتقة ديالها باش نتأكد. دابا هادشي كنديرو غير في الوسخ باش نحاول نبين مزيان، درت ليها المشتقة ديالها غتنزل ليا 4، مفهوم؟ دونك 4 × هادي بريم اللي لداخل حسبناها هي 3 عامل لي 2x - 1، مفهوم؟ اللي كندير 3 اكس الدالة هادي على بيسونس دوبلي ناقص 1 هي 3x² - 2x + 3 على بيسونس 4 - 1 هي 3، مفهوم؟ دونك عندي تقريبا انها 3 × 4 اللي هي 12. سمحوا لي انا راه عندي خطأ، الا عملت بدو هنا عندي خطأ، انا غنعمل بدو، دو عامل 3x - 1، تدير نعمل بدو هنا 2 × 3x - 1 اللي هي هادي تسرع، دونك 2 × 8 دونك 2 × 4 صافي 8 مضروبه في 3x - 1 فوا 3x² - 2x + 3 اكس 3 على بيسونس 3. هنا الشباب كنشوف ان هذه هي اف اللي بغينا، دونك توصلنا لقينا واحد الداله اللي درنا ليها الاشتقاق كنوصلوا لاف، ولكن عندي واحد الفاكتور هنايا، وباش نتخلص من هذا الفاكتور هذا غنحاول نقسم عليه، وباش نقسم عليه خصنا نقسم في الطرفين بجوج عليه، مفهوم؟ يعني نقسم هنايا 1/8 وهنا 1/8، مفهوم؟ دونك الا درت قسم دابا هادي على 1/8 دابا هنا غيعطيني
3 اكس ناقص 1 عامل لي 3 اكس كاري ناقص 2 اكس بلس 3 على بيسونس 3. مفهومة الشباب؟ دونك لقيت الدالة الأصلية ديال اف، دونك اف كبيرة ديال اكس اش كتساوي ليا؟ هي 1 على 8 عامل لي 3 اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 على بيسونس 4. دونك غادي تجدد ليها الاشتقاق غتعطيني ديريكتومون اللي هي اف، يعني كتحقق ليا الشرط ديال اف بريم دو اكس كتساوي ليا اف دو اكس. مفهوم الشباب؟ مثال الا عطاني، المهم كانت عندي بحال دابا اكس كاري دو اكس موان زان، مفهوم؟ قال لك حسب ليا الدالة الأصلية ديال جاد إكس، بحيث جاد إكس كتساوي ليها إكس كاري موان زان. دونك هاد إكس كاري موان زان عندي واحد الكونديسيون أخرى، أن سينوس دو إكس بلس كوسينوس دي إكس لو كاري دو إكس بلس سينوس أو كاري بلس كوسينوس أو كاري كتعطيني واحد، مفهوم؟ يعني إلا نقص الكوسينوس دونك صافي كوسينوس كاري دو إكس موان زان، أش غتعطيني؟ تعطيني موان سينوس دو إكس كاري، مفهوم؟ غنقص واحد هنا في الطرفين في لي دو وغيمشي ليا السينوس للطرف الآخر، مفهوم؟ عطيني هاد لابارتي هادي. وكنعرف الشباب أن الكوسينوس ديال دو أ أو دو إكس أش كيساوي ليا؟ هو الكوسينوس ديال إكس زائد إكس. اشنو كيساوي ليا؟ عندي واحد العلاقه ديال كوسينوس ديال ا زائد بي، اش كتساوي ليا؟ هي كوسينوس ديال ا كوسينوس ديال بي ناقص، اذا كانت عندي الزائد كتولي ليا ناقص، ناقص سينوس ديال ا سينوس ديال بي، مفهوم؟ عندي هنايا متعاودين، يعني غادي ندير كوسينوس اكس مضروبه في كوسينوس اكس، عندي زائد صافي موان سينوس ديال اكس سينوس ديال اكس. دونك هي الكوسينوس او كاري ديال اكس ناقص سينوس او كاري ديال اكس، مفهوم؟ دونك هادشي اللي كيساوي لي كوسينوس ديال 2 اكس. غادي نحاول انني نزيد السينوس ونقص السينوس باش تعطيني واحد، باش يبقى لي غير السينوس. دونك فهاد لابارتي هادي كوسينوس ديال 2 اكس غيعطيني، غادي نزيد السينوس وغادي نقص السينوس. دونك كوسينوس ديال كاري ديال اكس زائد سينوس زائد سينوس كاري ديال اكس ناقص سينوس كاري ديال اكس ناقص سينس كاري ديال اكس، يعني غتولي 2 ناقص 2 سينس كاري ديال اكس، ياك؟ وهادي عندنا حنا كتساوي ليا واحد، مفهوم؟ يعني غتساوي ليا واحد ناقص 2 سينس كاري ديال اكس، مفهوم الشباب؟ دونك كوسينس ديال جوج اكس كتساوي ليا، تعجب هذا، وانا بغيت سينس ناقص سينس، يعني يمكنليش بدها هاد لابارتي هادي. دونك غادي ندي الموان لابارتي الاخرى، غندي موان زان لابارتي الاخرى، غيولي كوسينس ديال 2 اكس موان زان اش كتساوي ليا؟ ناقص سينيس كاري ديال اكس، ياك؟ ولكن كاين واحد فاكتور دو، غادي نقسم الطرفين في لي دو، يعني كاين واحد دو هنايا غنقسم على دو ونقسم على دو فهاد لابارتي. دونك هي كوسينيس ديال 2 اكس موان زان سيغ دو اش كتساوي ليا؟ هي موان سينيس كاري ديال اكس، مفهوم؟ دونك هادي اش ديجا عرفناها بانها كتساوي ليا كوسينيس كاري ناقص واحد، واللي هي الدالة جي دي اكس، يعني يمكن ليا دابا نعرف الدالة الأصلية ديال جي، يعني انطلاقا من هاد الكونديسيون، حيتاش الكوسينيس كاري هي بحال قلنا دالة على بيسونس ان، وصعيب في الكوسينيس انك تجبدها، داكشي علاش كتحاول تسهلها بهاد لا كونديسيون هادي، يعني كدير كتكون دالة مركب دالتين، ومركب دالتين كيكون شوية باينة، يعني ملي كندير البريم ديالها راه كتكون شوية مبسطة، مفهوم؟ دونك غادي نجي نعوض جاد اكس بهاد لاكون جاد اكس بهاد القضيه هادي. دونك ديريكتومون جاد اكس اش غادي تساوي ليا؟ هي كوسينيس ديال 2 اكس موان زان سيغ 2، يعني نعمل بان دومي على برا كوسينيس ديال 2 اكس موان زان، مفهوم؟ هادي الداله الاصليه ديال كوسينيس ديال 2 اكس، يعني شنو هي الداله؟ درت ليها البريم المشتقه ديالها عطاتني الكوسينيس اللي هي سينوس، حيت السينوس دو اكس مشتقه ديالو كتعطيني الكوسينوس ديال اكس، ياك؟ الا كانت عندي السينوس ديال جوج اكس مثلا، كندير البريم داك اللي لداخل، يعني مركب دالتين راه كيولي فاكتور، دابا انايا وسط المتغير، نخرج دو على برا، يعني المشتقه ديال هذه اللي داخل هي دو فوا سينوس بريم اللي هي كوسينوس
كوسينس ديال هاد الشيء اللي كاين داخل جوج اكس، مفهوم الشباب؟ وهذه تقريبا اللي هي اللي بغينا، مفهوم؟ دونك يكفي اني نقسم على دو هنا وعلى دو هنا، دونك كوسينيس ديال دوز اكس الدالة الأصلية ديالها، الأصلية ديالها اللي هي ان دومي سينوس دو دوز اكس، مفهوم الشباب؟ دابا هي درتي المشتقة ديالها غتعطيني هي جوج كوسينيس دوز اكس، غتمشي ليا دو مع دو، دونك اللي هي الكوسينيس ديال دوز اكس، مفهوم الشباب؟ ناقص واحد شنو هي المشتقة ديالها؟ هي ناقص اكس، مفهوم؟ ماشي مشتقة، شنو هي الدالة الأصلية ديالها؟ اللي هي ناقص اكس، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك عندي عرفت بأن الكوسينيس ديال دوز اكس كتساوي هي ان دومي سينيس ديال دوز اكس، وعندي الموانزة اللي هي موا اكس، دونك هاد الفاكتور يمكن نضربو عادي جدا، يعني جي كرون جي الدالة الأصلية ديال جي دي اكس اش كتساوي ليا، غنخلي هاد ان دومي كفاكتور على برا مضروب في ان دومي سينوس ديال دوز اكس ناقص اكس، غادي ننشر هاد الفاكتور هذا تولي ان سور كاتر سينوس ديال دوز اكس ناقص ان دومي اكس، مفهوم الشباب؟ دونك الدالة الأصلية ديال جي ديال كوسينيس كاري موان زان، الدالة الأصلية ديال جي دي اكس كتساوي كوسينيس كاري موان زان اش كتساوي ليا؟ اللي هي هاد الإجابة هذا. باش نتأكدو اشنو خصي يحقق ليا، ان كغون جي اللي درت ليها المشتقة ديالها خص تعطيني جي صغيرة، تعطيني جي ديال اكس، مفهوم؟ نحاولو نشتقو هاد كغون جي، نديرو باش نتأكدو صافي واش صحيحة ولا لا. دونك لا بارتي الاولى غنخلي ان سور كاتر سينيس المشتقة ديالها اش كتساوي، غنخرج دو من الداخل تولي دو فوا كوسينوس ديال دوز اكس، مفهوم الشباب؟ موان ان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك غتعطيني غنعمل بان دومي، غيعطيني هي ان دومي هنا فوا دو كوسينوس ديال دوز اكس موان زان، غتعطيني هي ان دومي فوا دو غتختز ليا مع دو، دونك صافي كوسينوس ديال دوز اكس موان زان اللي هي جي ديال اكس، مفهوم الشباب؟ دونك هادي دونك هاد الدالة الأصلية راها صحيحة، مفهوم الشباب؟ كمثال هاد القضية ديال الكوسينيس والسينيس كتخلق المشكل بزاف ديال الطلبة، مفهوم؟ دونك عندي واحد القضية يمكن لي نحفظ بها سيغ بلاص هاد المسألة ديال الاشتقاق ديال الكوسينيس، نقدر ناخد الدالة أو الدائرة المثلثية على هاد الشكل، كيف ما كنعرفوا بأن اتجاه الموجب ديال الدوران ديال الزاوية ديال لارك اللي هي هذه بلوس، يعني عكس عقارب الساعة. دابا حنا غادي نشوفوا الاشتقاق بعكس باتجاه عقارب الساعة اللي هو هذا، مفهوم؟ دابا هذا هو اتجاه ديال الاشتقاق، دابا هنا عندنا هو سينوس دو اكس، هنا عندنا الكوسينوس دو اكس، سينيس صافي موان سينوس، الكوسينيس صافي موان كوسينيس، دونك كيف ما قلنا هذا هو لو سونس ديال لا ديريفي، دونك سينيس بريم غيعطيني كوسينيس، الكوسينيس اللي درتي الاشتقاق غيعطيني موان سينيس، موان سينيس اللي درتي الاشتقاق غيعطيني موان كوسينوس، و موان كوسينوس اللي درتي الاشتقاق غيعطيني سينيس، مفهوم؟ دابا هاد القضية هادي كنحاول اني نسهل عليا الحفاظة ديال الاشتقاق ديال الدول المثلثية، مفهوم؟ ومن دون نسيان العلاقات المثلثية، يعني سينيس كاري ديال اكس الكوسينيس كاري ديال اكس كتساوي ليا واحد، الكوسينوس ديال ا زائد بي اللي كتساوي ليا الكوسينيس ديال ا كوسينيس ديال بي ناقص سينيس ديال ا سينيس ديال بي، دونك الا كانت البلوس كيولي ليا الموان، كانت الموان كيولي ليا البلوس، مفهوم؟ او سينوس ديال ا زائد بي اش كيعطي ليا؟ دونك كنبدا بسينوس ديال ا اللي كوسينوس ديال بي كانت بلوس كنخليها بلوس، اللي كنبدل سينيس بدات بالا، دونك غنبدا بي يعني سينيس ديال بي
فوا الكوسينوس ديال ا. مفهوم؟ كانت بلوس كندير بلوس، كانت الموان كندير الموان. مفهوم الشباب؟ هاد العلاقات هادو مهمين بزاف في العلاقات المثلثية. مفهوم؟ وكاين علاقات اخرين، ولكن هادو هما لي سونسيال، منهم كنجبدو منهم بزاف، كنحتاجوهم بزاف في الدول الاصليه وفي لي زانتيغرال، يعني غادي مهمين بزاف. مفهوم الشباب؟ نتمنى هذا الفيديو يكون مفهوم شويه، وغادي نزيدو في تمرينات اخرين. السلام عليكم.